السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، ولازلنا في قراءة المبحث الأخير من الكتاب، وهو مبحث الترجيح بين الأدلة المتعارضة. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا، في صفحة 451. يقول المؤلف رحمه الله: ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا. إذا تعارض الدليلان وكان أحدهما أقل من الآخر في الاحتمالات الصارفة للدليل عن دلالته على المطلوب، وهو الحكم الذي وقع فيه التعارض بين الدليلين، فالدليل الأقل احتمالا مرجح على الدليل الأكثر احتمالا، ما فيه احتمالات صارفة عن الحكم المطلوب، أي الحكم الذي وقع فيه التعارض، ما وقع فيه احتمالات قليلة مرجح على ما وقع فيه احتمالات أكثر. وذلك لأن الظاهر كما سبق مقدم على غير الظاهر، والأظهر مقدم على الظاهر لأنه أقوى، فما قلت احتمالاته الصارفة يكون أظهر في الدلالة على المطلوب مما كثرت احتمالاته. ومثال ذلك أن يستدل المالكي مثلا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي كل جلد دبغ فقد طهر. فيستدل به المالكي على طهارة جلود السباع إذا دبغت. فيعارضه الحنبلي مثلا بحديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، نهى عن جلود السباع أن تفترش، أي أن تكون فراشا للمسلم، أن يفترشها المسلم، فيدل على أنها لا تطهر ولو دبغت، تبقى نجسة، ولهذا لا يفترشها المسلم حتى لا تباشر بدنه أو ثوبه. لكن الحديث الأول مرجح على الحديث الثاني، لأن الحديث الأول ظاهر في الحكم المقصود الذي هو عين النزاع، وهو طهارة الجلد بعد الدبغ، والعموم ظاهر في أفراده. فالحديث الأول ظاهر في المقصود والعموم فيه قوي، واحتمال خروج صورة النزاع
ضعيفة وإن كانت واردة، لأن العام ظني في دلالته على أفراده، لكن الحديث الثاني محتمل لصورة النزاع بأن يكون نهى عن افتراشها لأنها نجسة، لكن فيه احتمال آخر قوي وهو أنه نهى عن افتراش جلود السباع لما في ذلك ليس لنجاستها، وإنما لما في ذلك من الإسراف والخيلاء ولما فيه من التشبه بالأعاجم وغير الكفار وغير المسلمين. وهذه الاحتمالات قائمة فتضعف دلالة الحديث الثاني على المطلوب بخلاف الحديث الأول فيرجح الأول على الثاني. حديث ابن عباس يرجح على حديث أسامة بن عمير رضي الله عنهم أجمعين. قال: وتقدم الحقيقة على المجاز لأنها أقوى منه. هذا شروع في مرجح جديد، وهو ما إذا تعارضت الحقيقة والمجاز في اللفظ فإننا نرجح الحقيقة، لما ذكره المصنف رحمه الله من أن الحقيقة أقوى منه أي من المجاز، وذلك لأن الحقيقة هي المعنى الأصلي، هي المعنى الأصلي لللفظ، فالعرب أول ما وضعت اللفظ تضعه للحقيقة بخلاف المجاز، فإن المجاز فرع عن الحقيقة، ولهذا لا يمكن أن يوجد مجاز لا حقيقة له، لا يمكن هذا، فالمجاز فرع والحقيقة أصل، ولهذا هي التي تتبادر إلى الأذهان، بخلاف المجاز فإنه لا يتبادر إلى الذهن إلا بقرينة. واشترط العلماء في حمل اللفظ على معناه المجازي وجود القرينة بعد وجود العلاقة، وأما الحقيقة فلا يشترط لها قرينة تدل عليها، فلأجل هذه المعاني صارت الحقيقة أقوى من المجاز، والترجيح هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين أو إحدى الدلالتين المتعارضتين، أي تقديم الأقوى على الأضعف. ومثال ذلك أن يقول حنفي أو شافعي مثلا: يجب استقبال القبلة في الصلاة يكون بالصدر لا بالوجه، يعني أن الذي يجب أن يستقبل القبلة من الإنسان المسلم المصلي هو صدره، أما الوجه فلا، لا يجب استقبال القبلة بالوجه إنما الصدر. ويستدلون على هذا بقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقالوا المراد بالوجه هو الذات أي البدن، والمراد من البدن بعضه وهو الصدر، فيكون هو الذي يجب أن يستقبل القبلة. فيقول مالكي أو حنبلي: الواجب عند استقبال القبلة هو استقبالها بالوجه، وأما الصدر فلا يجب، والدليل هو الآية نفسها، قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن الوجه حقيقته العضو المعروف الذي فيه العينان والأنف والفم. فيرجح المذهب الثاني على المذهب الأول، لأن أصحاب المذهب الثاني استدلوا بالحقيقة، أطلقوا يعني حملوا كلمة
وجهك على معناه الحقيقي. وأما أصحاب المذهب الأول فحملوا الوجه على معناه المجازي، بل هو مجاز مبني على مجاز، لأنهم قالوا أراد بالوجه الذات. ثم المراد من هذه الذات خصوص الصدر، فهو مجاز مبني على مجاز. قال وينبغي أن يعرف الطالب والقارئ أن الترجيح كما قلنا آنفا هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين أو تقوية إحدى الدلالتين المتعارضتين، وعلى هذا فيمكن أن تكون أمثلة قواعد الترجيح أن يمثل بدليلين مختلفين متعارضين، ويمكن أن يمثل بدليل واحد فيه لفظ واحد له دلالتان مختلفتان، فيقع الترجيح بين دلالتين كما مثلنا الآن. هذا أمر. والأمر الآخر أن الكلام في تقديم الحقيقة على المجاز هو فيما إذا لم توجد قرينة تدل على إرادة المعنى المجازي، لأن الحقيقة هي الظاهر عند عدم القرائن، والمجاز هو المعنى المؤول الذي يحتاج إلى قرينة صارفة، فهو مرجوح بالنسبة للحقيقة. لكن إذا وجدت قرينة تدل على إرادة المعنى المجازي انقلب الأمر، فصار المجاز هو الظاهر، وصارت الحقيقة هي المرجوحة الغير مرادة. مثال ذلك خلاف الفقهاء في مسألة الشفعة، هل تثبت للجار أو أنها للشريك فقط؟ فإذا قال بعض الفقهاء كمالكيين مثلا أو حنبلي أو شافعي، لو قالوا تثبت الشفعة، إذا قال الحنفي تثبت الشفعة للجار، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعارضه مالكي أو حنبلي أو شافعي فيقول لا تثبت للجار، وإنما الشفعة تكون للشريك، والدليل هذا الحديث أيضا الجار أحق بشفعته. فيقول الحنفي الجار حقيقة في المجاور، أي الذي داره بجوار داري أو أرضه بجوار أرضي، هذا حقيقة الجار. وأما إطلاق الجار على الشريك المشارك في نفس الدار أو المشارك لي في نفس الأرض فهذا مجاز، فالحقيقة تقدم على المجاز، فيقال هنا يقدم المجاز، يقال له هنا يقدم المجاز على الحقيقة لوجود قرينة صارفة تدل على أنه أريد بلفظ الجار هنا معناه المجازي لا الحقيقي، معناه المجازي وهو الشريك لا معناه الحقيقي وهو المجاور. والقرينة هي قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا قرينة لفظية واضحة تدل على أنه ما أراد بالجار إلا الشريك، لأن المجاور الحدود بينه وبين جاره مصرفة، الحدود موجودة، الطرق مصرفة والحدود موجودة، حينئذ لا يمكن أن يكون هذا حشوا، بل لابد أنه لفائدة.
وقد أخذ منه أن المراد بالجار الشريك. قال: ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة لقوته، هذا مرجح جديد، وهو ما إذا تعارض المفهومان الموافق والمخالف، فإن مفهوم الموافقة يقدم على مفهوم المخالفة. لكن قول المصنف رحمه الله لقوته اللام للتعليل، وهذا دليل هذا المرجح، يعني إنما قدمنا مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة لقوته، فيفهم من أن دليل الموافقة قوي ودليل المخالفة ضعيف، ودليل مفهوم المخالفة ضعيف، وهذا فيه ما فيه، لأن مفهوم المخالفة عند المصنف وعند أهل مذهبه وعند جماهير العلماء أنه حجة، وحجيته تقتضي قوته لا ضعفه، لكن الدلائل القوية بعضها أقوى من بعض، ففرق بين أن نقول ليس بقوي بل هو ضعيف، وبين أن نقول غيره أقوى منه، بأن نقول مفهوم المخالفة وإن كان قويا إلا أن مفهوم الموافقة أقوى. فلهذا لو قال لأنه أقوى لكان أحسن في العبارة، أي لأن مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، فيفهم من أن مفهوم المخالفة ليس ضعيفا وإنما هو قوي، لكن المفهوم الموافق أقوى منه، هذا مقتضى أفعل التفضيل. ووجه كونه أقوى أن مفهوم الموافقة حجة بالإجماع، فليس فيه خلاف إلا خلافا شاذا حدث متأخرا عن بعض الظاهرية، فمفهوم الموافقة حجة بالإجماع على الصحيح، بخلاف مفهوم المخالفة ففيه خلاف معروف، والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه. مثال ذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قوله سبحانه وتعالى يخاطب الأوصياء على أموال اليتامى: ولا تأكلوا أموالهم، فلا يصح أن يقال حرم إتلاف مال الأيتام بالأكل، فدل على عدم الحرمة في إتلاف أموال اليتامى بغير الأكل كاللبس والإهداء ونحو ذلك، لا يصح أن يقال هذا، لأن هذا وإن كان مفهوم مخالفة إلا أنه قد عارضه ما هو أقوى منه وهو المفهوم الموافق، فإن الله سبحانه وتعالى ما حرم أكل أموال اليتامى على الأوصياء إلا لأن فيه إتلافا لماله، والإتلاف هذا المعنى موجود في غير الأكل، الشرب واللبس والإهداء وغير ذلك من أنواع إتلاف المال، وحينئذ يكون غير الأكل مثل الأكل سواء بسواء، فيبطل العمل بمفهوم المخالفة لوجود المفهوم الموافق المساوي يعارض مفهوم المخالفة في الحكم، المفهوم الموافق المساوي، المفهوم الموافق المساوي يقتضي التحريم في غير الأكل، ومفهوم المخالفة يقتضي الحل، فيقدم المفهوم الموافق لأنه أقوى. ومثاله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فلا يقال منع من البول في الماء الراكد الذي لا يجري الماء الدائم، فدل على أن غير البول جائز،
كالغائط كان يتغوط في الماء، لأن الغائط ليس بولا، والنص إنما جاء في البول، فيفهم منه أن غير البول كالتغوط كالغائط يكون حلالا غير ممنوع. لا يقال هذا ولا يصح هذا لوجود ما يعارض مفهوم المخالفة هنا، وهو مفهوم الموافقة الأولوي. فإنه إذا منع الرجل أن يبول في ماء دائم راكد، فلأن يمنع من التغوط من باب أولى، من باب أولى. وحينئذ نعرف أن مفهوم الموافقة بقسميه الأولوي والمساوي كلاهما يمنع العمل بمفهوم المخالف، فيقدم على المفهوم المخالف. ولهذا شرط الأصوليون في مبحث مفهوم المخالفة، شرطوا لحجيته شروطا منها ألا يعارضه ما هو أقوى منه من منطوق أو مفهوم. قال: الترجيح من جهة المدلول. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر المرجحات الراجعة إلى المتن، متن الدليل الشرعي، جاء إلى الترجيح من جهة المدلول، أي الحكم الذي دل عليه النص الشرعي، فقال: يرجح الحظر وهو التحريم على الإباحة على الأصح. إذن أول المرجحات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الاعتبار، وهو الترجيح باعتبار جهة المدلول، هو ترجيح الدليل الحاضر على الدليل المبيح. إذا تعارض في حكم المسألة دليلان، أحدهما محرم والآخر مبيح، قدم المحرم. وتقديم المحرم لأنه أحوط وأبرأ للذمة، فإن الإباحة تقتضي الإقدام على الشيء، ويحتمل أن هذا الشيء هو ممنوع، وأما التحريم فيقتضي امتناع المسلم عن فعل هذا الشيء، ولا شك أن الامتناع عنه أحوط وأبرأ للذمة وأبعد عن الشبهات. ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أو كما ورد. مثاله، مثال ترجيح الحاضر على المبيح، مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين. هل يجوز للرجل أن يشتري أختي أمتي فيجمع بينهما بملك اليمين فيطأهما؟ هذه المسألة تعارض فيها دليلان، أحدهما يبيح والآخر يحرم، فالذي يحرم قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يقتضي بعمومه تحريم كل جمع بين الأختين سواء بالنكاح أو بملك اليمين. والذي يبيح قول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، فإنه عام في حل، عام في حل كل ما ملكته يمينك، فيتناول الأختين وغير الأختين بعمومه. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما يروى عنه، قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى، أو كما قال رضي الله عنه. حينئذ كما قال عثمان رضي الله عنه وكما قال الجمهور،
على ما سيأتي إن شاء الله أنه يقدم الحاضر على المبيح، فلا يحل للمسلم أن يجمع بين الأختين بملك اليمين. قال على الأصح، يعني في المذهب، على القول الأصح في المذهب، وهو الرواية الراجحة عن الإمام أحمد. قال وهو قول إمامنا، نعم هو قول الإمام أحمد وأصحابه، نعم هو قول أكثر الحنابلة، أكثر الحنابلة على ترجيح الحاضر على المبيح. قال وهو قول إمامنا وأصحابه، وقلنا أنهم أكثر الحنابلة، أكثر الحنابلة على هذا المذهب، بل هو مذهب أكثر العلماء من المذاهب الأربعة، يعني هو قول المذاهب الأربعة وأكثر العلماء أنه يقدم المحرم على المبيح. قال خلافا لابن أبان، شروع في المذهب الثاني في المسألة، فذهب عيسى بن أبان الإمام الحنفي المشهور المتوفى سنة 221 هجرية، قال وبعض الشافعية، نعم هو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض المعتزلة في قولهم يتساويان ويتساقطان، هذا المذهب الثاني أن الحاضر والمبيح، الدليل الحاضر والدليل المبيح إذا تعارضا تساويا في القوة ومن ثم يتساقطان، هذا الحكم، هذا النتيجة والثمرة، أنهما إذا تساويا تساقطا، فلا يصح للمجتهد أن يعمل بأي منهما ما دام كذلك، فإن وجد مرجح خارجي عمل به، فالترجيح حينئذ يكون للخارجي، الدليل الخارجي، لا لكون أحدهما حاضرا أو مبيحا، ولهذا قال ويتساقطا. ودليلهم، دليل هؤلاء، قالوا أن الحظر والإباحة كل منهما حكم شرعي يطلب له الدليل، فلا مزية للأحكام بعضها على بعض، كلاهما حكم شرعي يثبت بالدليل ويترك إذا لم يدل عليه دليل، فهما حكمان من جملة الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تتفاضل، هكذا قال أصحاب المذهب الثاني. قال ويرجح الحظر على الندب، هذا شروع في مرجح جديد، وهو ما إذا تعارض دليل يقتضي حظر الشيء أي تحريمه ودليل آخر يقتضي مندوبيته واستحبابه فإنه يرجح الحظر على الندب، لأن في الحظر مفسدة وفي المندوب مصلحة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومثال ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة في صلاة التسبيح، أو ما يسمى أيضا بصلاة التسابيح، وهي صلاة تكون من 4 ركعات، وفي كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ويكون فيها تسبيح حال القيام والركوع والرفع في السجود، يعني في أفعال الصلاة تكثر فيها تسبيحات، فالحديث الذي قلنا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صححه بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله، يقتضي استحباب صلاة التسابيح لما ورد فيها من الأجر وغفران الذنب، وبهذا قال بعض الشافعية، قالوا باستحبابها لأجل هذا الحديث الذي ورد فيها، ويعارض هذا الاستحباب التحريم،
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل بدعة ضلالة. فيرجح الدليل الثاني يقتضي بعمومه تحريم مثل هذه الصلاة لأنها ابتداع في الدين، فيقدم الحاضر على المفيد للندب، تحرم مثل هذه الصلاة. لكن هذا لا يتم إلا بعد القول بأن الحديث الوارد فيها ضعيف، وهذا هو الذي قاله أصحاب المذهب الثاني وهم جمهور العلماء حين قالوا بحرمة صلاة التسابيح، ضعفوا الحديث الوارد في استحبابها. لأنه لو صح لما صح أن يقال بأنها بدعة، بل يجب العمل بالحديث الصحيح. قال: ويرجح الوجوب على الكراهة. هذا مرجح جديد، وما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي إيجاب الشيء والآخر يقتضي كراهته، فإن الوجوب يرجح على الكراهة، الدليل المقتضي للوجوب يرجح على الدليل المقتضي للكراهة، وذلك للاحتياط، لأن فعل الشيء إذا تعارض فيه إيجاب وكراهة فإذا فعلته تكون قد أبرأت ذمتك وخرجت من العهدة بيقين، بخلاف الكراهة فإن الكراهة لا تستلزم إثما في الفعل، الكراهة لا تستلزم إثما في الفعل، ومن ثم فلا إشكال في الإقدام عليه، لأن المكروه كما قد علمتم ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، وحينئذ فإن الأحوط هو الإتيان بهذا الفعل إذ ربما كان واجبا. ومثال ذلك، مثال تعارض الإيجاب والكراهة، أن بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، يصلي إمامه في الصلاة الجهرية، قالوا حتى المأموم يقرأ سورة الفاتحة، واستدلوا على هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه عام في كل مصلٍ. وذهب بعضهم إلى أنه يكره للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ بفاتحة الكتاب. لما قالوا بالكراهة؟ قالوا: لأن الإنصات مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فحملوا الإنصات على الاستحباب لقوله في الآية أيضا: لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فدل على أن الإنصات مستحب رجاء نيل الرحمة. وحينئذ فالإتيان بالفاتحة من قبل المأموم يكون مكروها، أنه خالف الآن خالف المستحب، فيكون فعله مكروها. فيتعارض في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة خلف إمامه في الجهرية، يتعارض إيجاب وكراهة، فالأحوط تقديم الإيجاب، فيرجح الدليل الأول على الدليل الثاني، ونقول يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب. والغرض كما قلت لكم مرارا، الغرض من هذا فقط هو ضرب الأمثلة، الأمثلة في القواعد الأصولية لا يقصد بها صحة الحكم الذي أنتجه المثال، إنما المقصود ضرب المثال ليتصور معنى القاعدة، أما الحكم الذي نتج من المثال فقد يكون راجحا عند صاحبه وهو الذي مثل بالمثال، وقد يكون مرجوحا لأدلة أخرى، فإن الراجحية والمرجوحية إنما تعرف باستقصاء الأدلة
النقود والردود، وذلك يبحث في علم آخر وهو علم الخلاف أو ما يسمى اليوم بالفقه المقارئ. فلهذا قيل: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وقيل: ليس من شأن الرجال المنازعة في المثال. وقيل: ليس من شأن الفحل المنازعة في المثل. وهكذا كثرت عبارات العلماء في هذا تنبيها للطلاب على ألا يقفوا عند الأمثلة، لأن الغرض هو ضرب المثال فقط لتفهيم القارئ والطالب القاعدة الأصولية. قال: وعلى الندب، هذا مرجح جديد. وعلى الندب يعني ويرجح الوجوب على الندب، أي يرجح الدليل. طبعا بعض الأصوليين ومنهم المصنف رحمهم الله جميعا قد يتسامحون في العبارات فيذكرون الترجيح بين الأحكام، والترجيح بين الأحكام إنما هو شأن الفقيه، وأما الأصول فنظره في الأدلة. فكان ينبغي أن يقال: يرجح الحاضر على المبيح، يرجح الموجب على النادب، وهكذا إلى آخره. فيجعلون الترجيح بين الدليل، بين الدليلين، لا بين الحكمين اللذين هما مقتضى الدليلين. فقولنا الحاضر، المبيح، الموجب، هذه أوصاف للأدلة، وقولنا الحظر، الإباحة، الكراهة، الندب، هذه أوصاف للأحكام التي أنتجتها الأدلة. وقلت آنفا إن الترجيح بين الأحكام شأن الفقيه، والترجيح بين الدلائل هو شأن الأصولي، أي وظيفة الأصولي. لكن الخطب يسير، لأن مآل الترجيح بين الدلائل هو الترجيح بين أحكامها. فإذا قلنا يترجح الموجب على النادب، مآله إلى ترجيح الوجوب على الندب. فالتعبير بالأحكام هنا يعني فيه تسامح مقبول لا بأس به، لكن كما قلت، من أراد التدقيق في العبارات ينبغي أن يذكر أوصاف الأدلة لا مقتضيات الأدلة، والله أعلم. قال: ويرجح، نعم، قال: وعلى الندب، يعني يرجح الوجوب على الندب. ثم قال: لقوته، اللام للتعليل، وهذا استدلال على المرجحين الأخيرين، وهو ترجيح الوجوب على الكراهة وترجيح الوجوب على الندب. العلة هي العلة، قال: لقوته. لقوته، والحقيقة أن القوة نفس الحكم لا يوصف بالقوة، نفس الحكم يعني الأحكام الشرعية الخمسة ما يوصف، ما يقال الندب والوجوب والتحريم والإباحة إلى آخره أنه قوي وذاك حكم ضعيف، لأن القوة هي نتيجة الدليل، مقتضى الدليل يعرف منه القوي والضعيف من مدلول الأدلة، ويعرف الأقوى والأقل قوة من مدلول الأدلة. فلو أنه قال، لو علل بالاحتياط لكان أحسن، يعني لو قال للاحتياط لكان أحسن في المرجحين. العلة نفسها في المرجحين الأخيرين، تقديم الوجوب على الكراهة للاحتياط، وتقديم الوجوب وترجيح الوجوب على الندب للاحتياط، لأن الواجب لا بد من فعله، هذا مقتضى الواجب في الشريعة أنه على الحتم والإلزام، ليس لك خيار في تركه، بخلاف المندوب، فإن المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فلك الخيار في الفعل والترك، وحينئذ الأحوط الإقدام على الفعل. يعني إذا رجحنا الوجوب معناها أنك ستفعل، وإذا قلنا إنك ستفعل وفعلت فإنك أبرأت ذمتك،
إذن الأبرأ للذمة والخروج من العهدة بيقين هو أن تفعل لا أن تترك، فيقتضي هذا إذن أن يرجح الموجب على المفيد للكراهة أو على المفيد للندب. مثال الأخير وهو ترجيح الوجوب على الندب، مثاله لو قيل تجب صلاة الوتر لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق واجب على كل مسلم. فقوله حق واجب يدل على أنه واجب على المسلم، لكن يعارض إيجاب الوتر استحباب الوتر، وذلك لحديث الأعرابي، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فإن هذا الحديث يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس هو تطوع، فيشمل عمومه الوتر وغيره، فيكون الوتر تطوعا نافلة سنة مستحبا مندوبا وليس واجبا. فيرجح الدليل الأول لأن الإيجاب أحوط، وكما قلت لكم الغرض هو ضرب المثال. قال: ويرجح قوله عليه السلام على فعله. هذا شروع في مرجح جديد، وهو ما إذا تعارض قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تعارض مع فعله صلى الله عليه وسلم. قال: ويرجح قوله عليه السلام على فعله لأن الفعل قد يكون مختصا به. هذا الدليل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون راجحا على فعله صلى الله عليه وسلم لأن الفعل يحتمل الخصوصية. الفعل يحتمل، هم يقولون يحتمل الخصوصية وليس معناه الحكم بأنه خاص، وفرق بين العبارتين، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله قد يكون. إذن الفعل قد يكون خاصا يعني يحتمل، فالاحتمال قائم وإن كان مرجوحا إلا أنه احتمال قائم، ووجود احتمال الخصوصية يضعف دلالته على المطلوب. أما القول فالاحتمال فيه، القول قول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به الناس لا يوجد احتمال، لأن كلامنا فيما دل عليه القول ولم يوجد فيه ما يدل على الخصوصية، لم يوجد في الدليل ما يدل على الخصوصية، وحينئذ احتمال الخصوصية بعد عدم وجود الخصوصية في الدليل القولي بعيد. احتمال الخصوصية في القول بعد عدم وجود دليل الخصوصية فيه يكون بعيدا. يأمر الناس وينهى الناس بالقول ثم يقال هو خاص، هذا بعيد جدا، بخلاف الفعل، فالفعل ليس فيه صيغة، هو مجرد فعل يحكيه الراوي، فاحتمال الخصوصية قائم وإن كان مرجوحا لكنه احتمال قائم. فمن هنا رجحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. ومثال ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث دل بقوله على المنع
من استقبال الكعبة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت، أي صعدت، رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أو كما قال رضي الله عنه. فدل فعله صلى الله عليه وسلم على جواز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة. فحينئذ نرجح القول، نرجح القول الذي هو الدليل الأول، فنقول بمنع استقبال الكعبة واستدبارها حال قضاء الحاجة لأن هذا دليل قولي، وأما الثاني فهو فعلي، فاحتمال الخصوصية قائم، يمكن أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فترجيح القول على الفعل هو الأصل، لكن قد يعرض هناك قرائن تضعف الدليل القولي وتجعل احتمال دلالته أضعف فيرجح الفعل، هكذا ذكر بعض الأصوليين وبعض الفقهاء، ومثلوا لهذا بأن المكي من أين يستحب له الإحرام في العمرة، فقال بعضهم من التنعيم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة أن تأتي بعمرة رضي الله عنها أمر أخاها عبد الرحمن أن يمشي معها، يسير معها إلى التنعيم ثم يعمرها، يعني يجعلها تأتي بعمرة، فذكر التنعيم فدل على استحباب إحرام المكي من التنعيم. وذهب بعضهم إلى أن المستحب هو للمكي في العمرة أن يحرم من الجعرانة لفعله صلى الله عليه وسلم. وهنا بعضهم رجح القول طردا للقاعدة كما ذكرنا، وبعضهم رجح الفعل، قالوا الأحسن الإحرام من الجعرانة لأن فعله صلى الله عليه وسلم هنا لا تظهر فيه الخصوصية، وأما القول وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم فهذا محتمل، يحتمل احتمال آخر يصرف الدليل عن مدلوله، وهو أنه ما أمرها بالإحرام من التنعيم إلا لأنه أقرب ولضيق الوقت، لضيق الوقت فأمرها أن تذهب إلى أدنى الحل وأقربه وهو التنعيم. نعم. قال: ويرجح المثبت على النافي. هذا مرجح جديد، وهو ما إذا تعارض الدليلان أحدهما يثبت حكما شرعيا والآخر ينفي الحكم الشرعي، فإن المثبت للحكم يقدم على النافي للحكم. لما؟ قالوا لأن المثبت معه زيادة علم لم يطلع عليها النافي، فيكون كزيادة الثقة فتقبل. إذن المثبت يخبر عن شيء والنافي لا يعلم بذلك الشيء فلهذا نفاه، فصار الذي أفادنا علماً هو المثبت، إذن العالم بذلك الشيء أي الذي علمه هو المثبت، والذي لم يعلمه هو النافي، والعالم يقدم على غير العالم بالشيء. هذا هو دليل تقديم المثبت على النافي. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم فيستويا. هذا استثناء وتقييد لصورة للمسألة.
وهو يقتضي تخصيص الدعوة، أي يستلزم أن تكون المسألة، يعني يستلزم بعبارة أخرى، يمكن نقول بعبارة أخرى يستلزم أن تكون المسألة ذات وجهين، ذات حالين، لكل حالة حكم يختلف عن الآخر. الحالة الأولى عدم العلم، والحالة الثانية العلم بالعدم. ففي الصورة الأولى التي قلنا يقدم فيها المثبت على النافي هي حالة عدم العلم، يعني قلنا إن النافي لم يعلم فلهذا نفى، وأما المثبت فقد علم ولهذا أثبت ذلك الشيء. فالذي علم مقدم على الذي لم يعلم. أما الحالة الثانية ليس عدم العلم، وإنما العلم بالعدم، يعني النافي قد اطلع ورأى وضبط فتيقن أن ذلك الفعل لم يحصل البتة. فها مثل هذا ما نقول إنه جهل الشيء، إنما علمه، علم أنه لم يحصل فلهذا نفاه بعد علم، نفاه بعد علم، وحينئذ يكون الحكم ماذا؟ أنهما يتساويان، أي النفي والإثبات، كما قال المؤلف فيستويان أي النفي والإثبات، فيطلب مرجح خارجي ويتساقط هذان الدليلان. لما؟ لأن كل منهما علم، فالمثبت علم فأخبر بوجود الشيء، والنافي في هذه الحالة علم عدم الحصول فأخبر بنفيه، فكلاهما قد علم، فلا يقدم عالم على عالم، لا يقدم عالم بالشيء على عالم بضده، ما يصح هذا، إنما يتساويان. وحينئذ نحتاج إلى مثالين يفهم بهما هذان الحالان. مثال الصورة الأولى تقديم المثبت على النافي عند عدم علم النافي والله أعلم، نقولها طبعا ظنا لا قطعا. مثاله حديث جابر وحديث أنس أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لم يصلي على شهداء أحد. ويعارض حديثهما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وحديث أبي مالك الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد. فالآن تعارض النفي والإثبات فيقدم المثبت لأن معه زيادة علم والله أعلم. وأما مثال الحالة الثانية وهو أن يكون النافي متيقنا لعدم حصول ذلك الشيء المخبر عنه، مثاله حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، يعني قال بلال رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت صلى بين العامودين المقدمين أو كما ورد. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ركعتين. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه. إذن هنا أسامة داخل البيت، لأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال وأسامة وزيد، عفوا مع بلال وأسامة، وأغلقوا عليهم الباب،
فأسامة يحكي ما رأى، فهو يقول دعا في نواحيه كلها، في كل نواحي البيت دعا ولم يصلي، قال حتى خرج فصلى. فهو يعني الآن عنده علم بالعدم فيما يظهر، وحينئذ ينبغي أن يقال بما ذكره المصنف رحمه الله أنهما يتساويان، فلا يصح تقديم حديث بلال ولا حديث أسامة من هذا الاعتبار، من هذا المرجح وهو تقديم المثبت على النافي، ولا يصح أيضا تقديم النافي على المثبت، وإنما يلتمس دليل خارجي أو قرائن أخرى خارجية أو موجودة في النص تقوي أحد الدليلين، يعني يطلب دليل خارجي يرجح أحد الدليلين المتعارضين هذين. قال ويرجح الناقل عن حكم الأصل على غيره، هذا شروع في مرجح جديد، وهو إذا تعارض دليلان أحدهما ناقل عن حكم الأصل، أي ناقل عن حكم البراءة الأصلية ينفي البراءة الأصلية، على غيره وهو المبقي على البراءة الأصلية. ومن هنا عرف الفرق بين هذا المرجح والذي قبله، فالذي قبله تعارض المثبت والنافي لحكمين شرعيين، النفي والإثبات لحكمين شرعيين، وأما الذي معنا فهو أحدهما ناف للبراءة الأصلية والآخر مبق على البراءة الأصلية. فالنافي للبراءة الأصلية ليس شرطا أن يكون نافيا للحكم، بل يمكن أن يكون مثبتا للحكم، وبهذا عرفنا الفرق بين هذا المرجح والذي قبله، وبالمثال يتضح المقال أكثر إن شاء الله تعالى. حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، يعارضه حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فلا يجب عليك الوضوء. فالأول يقتضي نقض الوضوء من مس الذكر، والحديث الثاني يقتضي عدم نقض الوضوء من مس الذكر، فيرجح الأول وهو حديث بسرى رضي الله عنها لأنه ناقل عن الأصل، فمع صاحبه زيادة علم. وهذه القاعدة، هذا المرجح يعبر عنه بعض الأصوليين بقولهم يرجح المغير على المقرر، ترجيح المغير على المقرر، أي المغير للبراءة الأصلية يكون راجحا على المقرر للبراءة الأصلية، أي المبقي لها المثبت لها. والدليل ما ذكرناه آنفا أن مع الناقل عن البراءة زيادة علم، وتكثيرا للأحكام، بخلاف المبقي على البراءة فإنه ما أفادنا شيئا جديدا، لأنه حتى لو لم يأتي الحديث لبقينا على البراءة، فهو ما أتى بحكم جديد، بخلاف الناقل فإنه أتى بحكم جديد، فمع صاحبه زيادة علم، فيقدم المغير على المقرر. قال على الأصح عند أكثر أصحابنا، نعم هو الأصح في المذهب، مذهب الحنابلة، وهو مذهب أكثر الحنابلة كما ذكر المؤلف رحمه الله، بل هو مذهب أكثر العلماء، تقديم الناقل للبراءة
عن المبقي عليها. وخالف في هذا بعض الشافعية وبعض الحنابلة فقدموا المقرر للبراءة على المغير لها، قالوا والدليل على هذا أن المبقي على البراءة موافق للأصل، يعني اعتضد قوله بالأصل فقد توافقا، فترجيحه من باب تعاضد الأدلة، فإن البراءة نوع من الاستدلال يسمى استصحاب البراءة الأصلية، وهذا الدليل دليل ثاني، فترجيح المقرر للبراءة يكون من باب العمل بالدليلين، وهو يعني أولى من العمل بالدليل الواحد، لأن هذا هو معنى تعاضد الأدلة، فإن تكاثر الأدلة على مدلول واحد يقويه فيجعله راجحا على غيره، هذا دليلهم. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.